فتاة من تكساس تخطف حبيبة أخوها السابق وتعذبها انتقاما. مرسيدس سالازار في السجن برفقة ثلاثة أصدقاء آخرين بعد أن قامت بعملية خطف دموية في سان أنطونيو الشهر الماضي. لقد تم العثور على جثة أخ سالازار واسمه أنجل مقتولا في بيت مهجور في سان أنطونيو في شهر أيلول الماضي. وتعتقد الأخت سالازار أن حبيبة أخوها السابقة متورطة بشكل ما بلغز الجريمة الذي لم يتم حله حتى اللحظة. فقامت برفقة ثلاثة حمقى من أصدقائها باختطاف الحبيبة السابقة التي بقي اسمها مجهولا واحتجزوها في شقة في غرب سان أنطونيو لمدة ثلاثة أيام وشدوا وساقها على كرسي وقاموا بقص أجزاء من شعرها كما وحقنوها بالهيروين. كما وقاموا بجرح راحة يدها ومن ثم لطخوا بالدم وجهها يا سادة. في 9 من تشرين الأول كانت متروكة برفقة أحد الخاطفين واستطاعت إقناعه أن يفك وساقها بغية استخدام الحمام. عندما استغرق الخاطف في النوم تمكنت الضحية من الاتصال بالشرطة الذين اقتحموا البيت وحرروها وتم اعتقال 4 أشخاص بما فيهم سالازار وهم متهمين بالخطف. أما سالازار بدأت حياتها الإجرامية بعمر 17 وسجلها حافل حيث تم اعتقالها 11 مرة ولديها 43 تهمة جنائية. أما السلطات في تكساس فسوف تحقق فيما إذا كانت الضحية متورطة بمقتل أنجل سالازار، ومهما كانت النتيجة فلن يتغير الحكم على الخاطفين. يا سادة ما رأيكم أنتم بالله عليكم؟